يعطيكم العافيه شباب صبايا. بنبدا حل الاسئله على نموذج بور الذر. في عندنا سؤال 4 صفحه 16. طبعا انا في اسئله تركتها اسئله كثير بسيطه وفي منها اسئله حليناها على فكره الدرس الماضي اللي شرحنا نموذج بور. في سؤال 4 راح ابدا فيه بقول لك ما اقل طاقه تلزم لتحرير الكترون. هلا كلمه تحرير الكترون اتفقنا اللي هي طاقه التأيين او التأيون. هاي الطاقه هي نفس طاقه المدار بس باشاره موجبه. لازم نعرف الالكترون مو موجود، موجود في مستوى الاستقرار. شوف كلمة مستوى الاستقرار يعني المدار الأول، لأنه أصلاً ذرة الهيدروجين في عندها الكترون واحد في المدار الأول. فبحسب طاقة المدار، طاقة المدار تساوي سالب 13.6 على المدار الأول تربيع وتساوي سالب 13.6 إلكترون فولت. هاي طاقة مدار أو مستوى. بينما طاقة التحرير هي نفس طاقة المدار أو مستوى بس بإشارة موجبة، يعني موجب 13.6 إلكترون فولت. نشوف السؤال 5 بيحكي لنا احسب طاقة الفوتون اللازم لنقل الالكترون ذرة الهيدروجين مستوى الاستقرار. هلا بده ينقله هو من مستوى الاستقرار الى المستوى الرابع. طبعا الاستقرار بكون في المدار نون تساوي 1، انا بدي انقله من نون تساوي 1 مستوى الاستقرار الى نون تساوي 4 الى مدار رابع. طبعا بده يمتص هذا الالكترون فوتون وبدنا نحسب طاقة هذا الفوتون. طبعا عشان نحسب طاقة الفوتون بنطلع فرق الطاقة بين المدارين، فرق الطاقة يساوي طاقة مدار نهائي ناقص طاقة مدار أكتب نهائي ناقص طاقة مدار ابتدائي. فرق الطاقة تساوي مدار النهائي سالب 13.6، المدار النهائي وصل له هو المدار الرابع ناقص سالب 13.6 مدار الابتدائي هو المدار الأول. طبعا هون تربيع وهون عندي تربيع وتساوي احنا طاقات مدارات اتفقنا سالب 13.6 سالب 3.4 سالب 1.5 سالب 85%. فطاقة مدار الرابع هي سالب 85%. سالب السالب بتصير موجب طاقة مدار الأول 13.6 بطلع الجواب يساوي 12.75 إلكترون فولت. هاي عبارة طبعا هلا الجواب أنا طلع معي بإشارة موجبة، ولو حتى طلع بإشارة سالب باخذ له قيمة مطلقة لأنه أنا بدي أحسب طاقة فوتون، طاقة الفوتون دائما تحمل إشارة موجبة. هلا فرق الطاقة بين المدارات قد يطلع موجب وقد يطلع سالب، تمام؟ وهو دلالة على إنه الإلكترون اكتسب طاقة يعني امتص طاقة أو فقد طاقة يعني أشع طاقة. بينما هسه لما أنا أدرس طاقة الفوتون في كل الأحوال لازم تطلع معك بإشارة موجبة. الكترون ذرة الهيدروجين في مستوى الاستقرار، سؤال 6 صفحة 16. في مستوى الاستقرار، مستوى الاستقرار يعني موجود هذا الإلكترون في نون، طلع كيف بحل؟ باخذ معطيات النونات اللي أعطاني إياها. امتص فوتونا ممتاز، لعاد هذا بده ينتقل، كونه امتص لعاد بده ينتقل لمدار طاقة أعلى. فانتقل لمستوى الطاقة الثالث، نون تساوي 3. طالب نحسب طاقة الفوتون اللي تم امتصاصه. طيب تمام بسيطة، بحكي له فرع ألف، فرق الطاقة يساوي طاقة مدار النهائي ناقص طاقة مدار الابتدائي وتساوي. هلا المدار النهائي وصول الالكترون هو المدار الثالث، مدار أذكرك هي الالكترون طلع من نون تساوي 1 راح امتص وطلع على نون تساوي 3، هي طلع للثالث. فسالب 13.6 على طاقة الثالث تربيع على نون 3 تربيع ناقص سالب 13.6 على الابتدائي 1 تربيع وتساوي. طاقة مدار الثالث احنا بنعرف انها تساوي سالب 1.5 وعندي موجب طاقة مدار الأول 13.6 وتساوي 12.1 إلكترون فولت. طبعا الجواب طلع بإشارة موجبة وأنا أصلا بدي إياها موجب لأني بحسب طاقة فوتون، قلنا طاقة فوتون دائما تحمل إشارة موجبة. هلا احكي معهم في فرع ب بقول لك إذا عاد الإلكترون إلى مستوى الاستقرار. هلا أتذكر الإلكترون أصلا موجود في نون تساوي 3، أنت بالفرع الأول نقلته من مدار نون تساوي 1 طلعته على 3. هلا بدي يرجع على المدار الاول، اذا عاد لمستوى الاستقرار للمدار الاول فاحسب قيم الطاقه للفوتون التي يمكن ان تنبعث. شو قيم الطاقه ممكن تنبعث؟ شوف علي شو يعني قصد سؤال باللون الاخضر بورجيك شو ممكن يصير بالالكترون. ممكن ينتقل مباشر الالكترون المدار الثالث نطه واحده يروح على المدار الاول، هاي اول قيم للطاقه ممكن تنبعث. في حاله ثانيه بدي احطها بالاسود، ممكن الالكترون ينزل المدار الثالث في مدار بين الثالث والاول وهو مدار نون تساوي 2، ممكن يروح ينط من 3 ل 2 وبعدين يرجع يكمل من 2 الى 1. هون كم فوتون ببعث؟ ببعث فوتونين. فانا عندي طريقتين. الطريقه الاولى باللون الاخضر انه الالكترون مباشره يرجع من الثالث للاول. ممكن الالكترون يرجع من مدار الثالث للثاني ومن الثاني للاول. هلا احسب قيم طاقه الفوتونات التي يمكن ان تنبعث. خلينا نحكي عن الطريقه الاولى اللي هي باللون الاخضر. 1 اذا عاد الالكترون مباشره مدار الثالث الى المدار الاول راح يشع فوتون يحمل طاقة الفوتون اللازم لحتى ينتقل الالكترون من الأول للثالث اللي أنا كنت أصلاً حاسبه في فرع ألف بعيد. هسا حتى الالكترون ينتقل من الأول إلى الثالث امتص فوتون طاقته 12.1،
لعد ما يرجع من الثالث الى الاول بده يشع فوتون يحمل طاقه مقدارها، يعني هو ما بده يحسب، بده يقول الطاقه تساوي 12.1 الكترون فولت. اللي بده يعترض يقول لي استاذ جواب سالب، هون بيطلع لانه رجع من الثالث للاول، فرق الطاقه بين المدارين قلت لك قبل شيء هو السالب، بس الفوتون طبعا يحمل اشاره او طاقه تحمل اشاره موجبه. هلا الحاله الثانيه باللون الاسود، الحاله الثانيه انه يشع فوتونين، مره فوتون لما يرجع من 3 الى 2 ومره فوتون لما يرجع من 2 الى 1. تعال نطلع فرق الطاقه. يلا فرق الطاقه اثناء عوده الالكترون، هي بكتب لك الرموز، بده يرجع من 3 الى 2، فرق الطاقه يساوي طاقه مدار نهائي ناقص طاقه مدار ابتدائي. مدار النهائي يوصل له هو الثاني، طاقه مدار الثاني تساوي سالب 3.4، مدار الابتدائي الثالث زائد هي 1.5 ويساوي سالب 1.9 الكترون فولت. فيش طاقه فوتون سالبه، باخذ قيمه مطلقه، فطاقته تساوي 1.9 الكترون فولت. بعدين بده يرد يرجع الالكترون، ينتقل المدار الثاني الى المدار الاول. تمام، مره فرق الطاقه بين المدارين يساوي طاقه مدار نهائي ناقص طاقه مدار ابتدائي سالب 13.6 اللي هو المدار الاول، ما هو نقط من الثاني للاول هي نهائي، ناقص طاقه مدار ابتدائي اللي هو المدار الثاني ناقص بصير موجب اللي هو 3.4 وتساوي 10.2 الكترون فولت باشاره سالبه، قيمه مطلقه طاقته 10.2 الكترون فولت. لاحظ مجموع ال 10.2 اذا بجمعه مع ال 1.9 عفوا راح يعطيني نفس الجواب اللي هو طلع لنا 12.1، يعني سواء كمية الطاقة هي مكمة، فالطاقة لازم حتى ينزل من الثالث إلى الأول هي ثابتة، سواء راح بالخيار هذا بشع فوتون واحد طاقته 12.1 أو اختار الخيار هذا، تمام؟ بشع فوتونين مجموع طاقاتهم تساوي 12.1. نروح لسؤال 7، هل يمكن لذرة الهيدروجين أن تبعث فوتونا طاقته 15 إلكترون فولت؟ وفسر إجابتك. طبعا لا، طبعا جو انا هيدا جاوب، انا بدي احكي لك انه طبعا لا يمكن، بس هو طالب تفسير افسر ليش لا يمكن يبعث هاي الطاقه. شوف، طاقه الالكترون في مدار الاول تساوي 13.6، وفي حساباتنا تمام هي سالب 13.6 هي اكبر مقدار، ركز معي، اكبر مقدار من الطاقه ممكن ينبعث من ذره الهيدروجين اللي هو اطول خط في متسلسلات الطيف اذا متذكر، ليمان بالمر باشر براكت فون اذا متذكرهم، ركز معي، أكبر طاقة يعني أطول خط يعني من ما لا نهاية إلى مدار الأول هي متسلسلة ليمان، لأن أكبر قدر من الطاقة يمكن أن تبعثه ذرة الهيدروجين هو عند عودة الإلكترون من نون تساوي ما لا نهاية إلى نون تساوي واحد. يرجع الالكترون مدار ما لا نهايه لمدار واحد، بتكون طاقه ساعتها لفوتون 13.6 الكترون فولت، هي اكبر مقدار من الطاقه اللي ممكن اني احصل عليه في ذره الهيدروجين. اما تحكي لي انه الطاقه 15 الكترون فولت بقول لك لا، يستحيل ذلك. اي المدارات التي يمكن لذره الهيدروجين ان تكون فيها سرعه الالكترون اكبر ما يمكن؟ جاوبنا السؤال هذا بس بذكرك فيه، استخدمنا الان فرضيه بور الرابع عشان نجاوب هذا السؤال. وقتها حكينا يا جماعه سوينا الزخم الزاوي، قولين الزخم الزاوي هي كاف في عين في نون قاف، سويناها في نون في ها على 2 باي، وتوصلنا لقانون لعين للسرعه، عين تساوي ها على 2 باي نون قاف بور في كاف في نون، واستنتجنا انه العلاقه، طبعا هذول كلهم ثوابت هي اورجيك حكيناها، ها واثنين وال عفوا ها والاثنين وباي ونون قاف بور وكاف ثوابت، فلقينا العلاقه بين عين وبين نون علاقه عكسيه. فاين تكون سرعه الالكترون اكبر ما يمكن؟ في نون تساوي واحد، لانه حسب هي تكتب حسب فرضيه بور الرابعه، فالعلاقه بين السرعه والنون هي علاقه عكسيه. حبيت تحط هاي العلاقه حط عشان تدعم جوابك. في سؤال 9، انتقل الالكترون ذره الهيدروجين من مستوى الطاقه الثاني، هاي بدي ركز انا وياك، من نون تساوي 2 الى مستوى الطاقه الاول الى نون تساوي 1، فاحسب طاقه الفوتون المنبعث. ممتاز، بده فرق طاقه الفوتون المنبعث، فرق الطاقه تساوي طاقه مدار نهائي ناقص طاقه مدار ابتدائي. انا ما بدي اضل اعيد القانون، بس انت لازم تكتب كل مره القانون يا جماعه، قوانين المدارات 13.6 عنوان التربيه، بس انا هون بدي اعوض مباشره، بدي احط مدار النهائي المدار الاول سالب 13.6 زائد، طبعا سالب السالب بصير زائد، طاقه المدار الثاني هي 3.4، يعني جواب 10.2 الكترون فولت، هاي مقدار طاقه الفوتون، ما اشترط وحده قياس، خلص بلا الكترون فولت. طبعا لو الجواب سالب انا اخذت له قيمه مطلقه لانه بيسالني عن طاقه ايش؟ طاقه فوتون.
طالبني كم تردد الفوتون هسه المنبعث؟ هلا عشان طلع تردد الفوتون ممكن استخدم معادله بنعرفها انه الطاقه تساوي ها في تا د، بس القانون ها جواته ها، يعني بيشتغل على الجول، يعني قيمه الطاقه هاي لازم تتحول بالاول. يعني لازم اجي احكي لك انه 10.2 في 1.6 في 10 قوه سالب 19 بحولها قاعد لجول تساوي ها 6.6 في 10 قوه سالب 34 مضروبه بتا د اللي هو التردد، وساعتها بصير التردد يساوي 10.2 في 1.6 على 6.6، ولما ترفع القصة هذا فوق بصير في 10 قوة 15 هرتز. في فرع جيم لسه طالب مني أحسب الطول الموجي. هلا لمدا الطول الموجي تساوي سين على التردد 3 في 10 قوة 8 بتقسمها على مقدار التردد اللي حسبناه مع بعض اللي هو 10.2 في 1.6 على 6.6 في 10 قوة 15 بيطلع 3 مضروبة في 6.6 على 10.2 في 1.6 مضروبة في 10 قوة سالب 7 متر. في سؤال 10، بماذا اتفق نموذج بور مع مبدأ بلانك في تكمية الطاقة؟ نشوف عايش اتفقوا الاثنين. خليني أذكرك أول شيء بكلام العالم بلانك تبع تكمية الطاقة. حكى في بلانك إنه الطاقة الممتصة أو المشعة من جسم تساوي مضاعفات مقدار ثابت، يعني بمعنى آخر إنها مكمة. طب أستاذ شو دخل بور؟ شو اللي حكى بور؟ حكى بور إنه الطاقة الممتصة أو المشعة بدل من جسم من ذرة الهيدروجين تكون أو تساوي مضاعفات مقدار ثابت يعني مكمة، يعني اتفقوا على تكمية الطاقة. بس الفرق إنه بور حكى عن الأجسام بلانك حكى عن الأجسام وبور حكى عن ذرة الهيدروجين. إلى أي متسلسلات طيف ذرة الهيدروجين ينتمي الخط الطيفي ذو الطول الموجي الأقصر؟ هو قاعد بيسألك عن أقصر طول موجي. شوف علي أذكرك، بدك في السؤال أقل طول موجي سيملى تحت قصدي فيه قليل، بدك تدور على أعلى طاقة، بدك تدور على أعلى تردد، يعني بدي أطول خط، يعني كأنه هو مستحي يسألك هيك يقول لك إنه مين أطول خط في جميع خطوط أطياف ذرة الهيدروجين، بدي أطول خط فيهم كلياتهم. طبعا أطول خط موجود في متسلسلة ليمان، تذكر لو عند عودة الإلكترون من المالة نهاية إلى المدار الأول هو بكون أطول خط في جميع المتسلسلات. الآن في سؤال 12، ما الفرق بين طاقة التأين أو التأين وطاقة الإيثار؟ شوف علي، حكينا عن طاقة ميزتلك بينهم، بس أنا بذكرك طاقة التأين حكينا هي الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون تماما من الذرة دون إكسابه طاقة حركية، وقلنا إنه بيننا هي موجب طاقة مدار، يعني طاقة مدار الأول بس موجب أو طاقة مدار الثاني بس موجب حسب وين موجود الإلكترون. أما طاقة، حاول اكتب أنا قاعد بحكي إذا كان كلام على لوحنا لأن قاعد أنا بستعجل شوي عشان يكون مدة الفيديو قصيرة. أما طاقة الإثارة هي الطاقة اللازمة لنقل الإلكترون من المدار إلى مدار أعلى منه، اللي هو عبارة عن فرق الطاقة هي بيننا، فرق الطاقة بين مدارين. فرق الطاقة مدارين هي طاقة إثارة، أثرت الإلكترون نقلته لمدار طاقة أعلى، وطاقة تأين هي الطاقة لازم تحرير الإلكترون دون طاقة حركية هي موجب طاقة المدار. في سؤال 13، في طيف ذرة الهيدروجين احسب أطول موجة فوتون فوق بنفسجي. استنى أستاذ بعطيني كودات قاعد ما أعلش على قد الإيد. فوق بنفسجي، فوق بنفسجي المتسلسلة المنتمية لها هي متسلسلة العالم الإيمان اللي هو أول مدار فوق بنفسجي اللي هو نون تساوي واحد. إذا عرفت إن النون النهائي مدار النهائي هو المدار الأول، وشو بقول لك أطول موجة. هلا إذا بدك أطول موجة يعني تدور على أقل طاقة، يعني على أقل تردد، يعني على أقصر خط. وأقصر خط إذا متذكر كنت أحكي لك من اسم العالم زائد واحد إلى اسم العالم، يعني انتقل الإلكترون من المدار الثاني إلى المدار الأول، بس هاي القصة. تمام؟ عرفت من كلمة فوق بنفسجي إنه الإيمان، وهيك إذا الإيمان اللي على مدار نهائي يساوي واحد، أطول موجة يعني أقل طاقة أقل تردد يعني أقصر خط. بدي أحسب الآن، بدي أحكي واحد على مدى تساوي 1.1 في 10 قوة 7، واحد على نون تربيع مدار النهائي الأول ناقص واحد على الابتدائي اللي هو 2 تربيع 4، وحط مقامات هذا تصير 4
وهي 4 طبعا بصير 4 ناقص 1 بتساوي 3. هلا اذا بتحلها انت حلها، بس انتبه انه هذه المقامات المواسعه قلت لك تقلب عشان تطلع لمدا. لمدا بتطلع معك تساوي 4 على 3.3 في 10 كوب سالب 7 متر. حلها وهي جوابها. طبعا انا كمان على فكره سؤال 9 تركته هون، سؤال 9.17 هي اجاباتهم، لان احنا السؤال بدون استخراج اجابات نهائيه، هي اللي بده اجاباتهم نهائيه. تمام، بس انت حلك لهون اوكي ما في مشكله، بضرب الرقمين هذول وخلص. بدي اقصر طول موجه فوتون اشعه تحت حمراء. ستوب شوي، اشعه تحت حمراء بتحير، لانه في 3 علماء متخصصين باشعه تحت حمراء، باشن وبراكيت وفوند، 3 هيدا اكتب لك. يعني يا باشن ساعتها المدار النهائي الثالث، يا براكيت مدار النهائي 5، يا فوند بكون المدار النهائي السادس. طب استاذ مين الصح؟ هلا هو طالب اقصر موجه، يعني بده اقل طول موجي. اقل طول موجي يعني اعلى طاقه، اعلى تردد، يعني اطول خط. واطول خط فيهم كل ممكن تلاقي بالمقارنه بهدول اطول خط موجود في باشن، لانه انت كل ما طلعت شوي الخطوط شو بصير فيها؟ بقل طولها، فهو موجود بباشن. واطول خط في باشن هو انتقال الالكترون من لا نهايه لمدار الطاقه طبعا الثالث، هذا اطول خط. فواحد على لمدا تساوي 1.1 في 10 قوه 7، واحد مدار النهائي الثالث تربيع 9 ناقص واحد عماله نهائي، وعدد عماله نهائي يساوي 0. فبتصفي 1 على لمدا تساوي 1.1 على 9 في 10 قوه 7، اقلب عشان طلع الجواب. لمدا تساوي 9 1.1 في 10 قوه سالب 7 متر. هي جوابك، وحل السؤال انت. اقل طاقه فوتون مرئي احمر. ستوب شوي، انت بتحكي فوتون مرئي، يعني بتحكي لي قاعد عن مسلسل العالم بالمر المدار الثاني، وحدد اللون كمان احمر. ما انا قلت لك احمر بكون اقصر خط اللي هو اقل طاقه، اللي هو بكون من المدار الثالث الى المدار الثاني. بتكون 1 على لمدا تساوي 1.1 في 10 كوب 7، مدار النهائي 1 على 4 ناقص مدار الابتدائي 1 على 9. وضل عندي توحيد مقامات، هي ضرب 9، هي ضرب 9، هي ضرب 4، هي ضرب 4، بصير 9 ناقص 4 فيها ب 5، هي على 36. طبعا ضربت 5 هون بصير لمدا تساوي 36 على 5.5 في 10 كوب سالب 7 متر. وحلها انت. لا بدي اياك تنتبه لسؤال 16، انا حاط سؤال، انا هسه فشقت تركت سؤال 13، هلا بدي اكمل رح ارجع احل معكم 14 و15، بس انا رحت على سؤال 16 بصراحه، وسؤال 19 انه افكارهم متقاربه، بتحكي عن زخم الزاويه عشان تعلم لهم طريقه لحلهم. اذا كان الزخم الزاويه للالكترون في احد مدارات ذره الهيدروجين يساوي 5.25 في 10 قوه سالب 34، فجد رقم هذا المدار. طيب هو معطيني الزخم الزاويه، هلا دقيقه شوي خليني اذكرك في شغله. الزخم الزاويه يا جماعه يساوي ن في ها على 2 باي. في قانون الزخم الزاوي، اذا الاخضر مش واضح يرجع الاحمر. كل شيء ثوابت ما عدا نون. طب اذا كل شيء ثوابت استاذ خلينا نعمل انه حركه، طلع علي نون في 6.6 في 10 قوه سالب 34 هي قيمتها، على 2 في 3.14 اللي هي باي. تمام، 2 في 3.14 يعني شيل لي هاي حط مكانها 6.28. هلا ناتج قسمه هدول تقريبا في 1، بيطلع الجواب نون مضروبه في 1.05 في 10 قوة سالب 34. وهي طريقة عشان توجد زخم الزاوية بسرعة. بصير مجرد ما يعطيك نون، مدار الأول تضرب بواحد، مدار الثاني تضرب باثنين، وهكذا. فعشان هيك كل ما أجي حكى لي زخم الزاوية يساوي 5.25، أنا بدي أطبق عادي، حاعطاني رقم. بدي أحكي له والله 5.25 في 10 قوة سالب 34 تساوي نون في ها 6.6 في 10 قوة سالب 34 على 2 في 3.14. يعني هيك طبقت القانون طبيعي. بس تذكرت انه الاستاذ قال لي هذا المقدار تقريبا فيه يساوي 1 في 10 قوه سالب 34. فعشان هيك طبعا هاي الفرقيه 2.25 ظهرت من هاي، طبيعي جدا. فبكل بساطه هذا المقدار فيه 1 قسمت على 1. اعطيني بس اعلمك طريقه، اعطيني العدد الصحيح هون كم؟ 5. انتهينا، اذا النون تساوي 5. خلص مو هاي جوابها 1. هاي جوابها 1، انت قسمت 5 على 1، فتقريبا فيش مدار طبعا 5.25، مدارات اعداد صحيحه. فقرب ال 5 هي او قرب 5.25 هي تساوي 5. تكررت الفكرة هون كمان مرة، إذا كان الزخم الزاوي للإلكترون في مدار ذرة الهيدروجين يساوي 2.11، لو أسألك بسرعة خذ العدد الصحيح هون بتقول لي المدار الثاني. انتهينا خلص، ما احنا استخدمنا الطريقة هاي. بس طبعا أنت لازم تحل، تمام؟ رقم المدار الذي يوجد فيه الإلكترون، هي هون أنا بتمنى أنك تخد الإجابات، أوكي؟ فرقم المدار الذي يوجد فيه الإلكترون بطبق قانون الزخم الزاوي. يلا. في فرع ألف بقول له والله انه الزخم الزاوي يساوي نون فيها على 2 باي. نعوض 2.11 في 10 قوه سالب 34 تساوي نون مجهوله 6.6 في 10 قوه سالب 34 ثابت ها 2 في باي 2.0
هاي 2 في 3.14. قال لي الأستاذ أنت هاي فيها باثنين عدد صحيح، إذا ما بقول له والله إنه تساوي 2، هذا المدار الثاني. نيجي في فرع ب، بقول لي كم نص قطر هذا المدار؟ بسيطة، نطبق قانون نص قطر بور، نون قاف أي مدار يساوي نون قاف بور في نون تربيع. نون قاف بور ثابت 5.29 في 10 كوسالب 11 مضروب طاقم الامتحان طبعا ثوابت، نون تربيع اللي هي تساوي 4 وتساوي 21.16 في 10 كوسالب 11 متر. في فرع جيم، طاقة المستوى الذي يحتوي هذا الالكترون، طاقة المدار بحكي له انت بدك طاقة مدار الثاني، لأنه احنا استنتجنا هون انه نون تساوي 2 سالب 13.6 على 2 تربيع وتساوي سالب 3.4 الكترون فولت. في سؤال 14 صفحة 17، الكترون ذرة الهيدروجين في المدار الثاني، عندي هون حكى لي انه في نون تساوي 2 المدار الثاني. احسب، طلع كل هاي المعلومات وكل هاي الأسئلة بطرحها علي بس بمجرد انه اعطاني نون اللي هو رقم الكم او رقم المدار. يلا نبدا، طالبني كم نص قطر هذا المدار؟ في فرع الف، نص قطر المدار يساوي نون قاف بور في نون تربيع ويساوي 5.29 في 10 قوه سالب 11 في 2 اللي هو المدار الثاني تربيع ويساوي 21.16 في 10 قوه سالب 11 متر. في فرع ب، بس قانون تطبيق، كم الزخم الزاوي في هذا المدار؟ شوف الزخم الزاوي اتفقنا نون فيها على 2 باي ويساوي نون 2 في 6.6 في 10 قوة سالب 34 على 2 في 3.14. الأستاذ حكى لي ملاحظة، هذا المقدار هو يساوي 1.05 في 10 قوة سالب 34، لهيك بطلع الزخم الزاوي يساوي 2.1 في 10 قوة سالب 34 كيلوغرام في متر تربيع لكل ثانية. في فرع جيم، كم سرعة الإلكترون في هذا المدار؟ ممتاز، إذا أنا مطلع الزخم الزاوي، في قانون ثاني للزخم الزاوي في فرضية بور الرابعة، الزخم الزاوي يساوي كاف في عين في نون قاف. هلا هو السؤال طالبني كم السرعة؟ بدي هاي العين. طب ما أنا معي زخم الزاوي، حاسبه قبل شوي هي 2.1 في 10 قوة سالب 34، والكتلة الإلكترون ثابت 9.11 في 10 قوة سالب 31، والعين مجهولة. والنصف القطر حاسبينه الفرع الاول هو 21.16 في 10 قوه سالب 11. هلا انت هون راح توجد بس يعني كمعادله، يعني طلع اذا بدي اوجد بس انا هيك سريع بدي اقول لك انه عين تساوي هلا 2.1 في 10 قوه سالب 34 على المقدار 9.11 في 10 قوه سالب 30 مضروب 21.16 في 10 قوه سالب 11. عشان اكمل السؤال راح اكمل هون يا جماعه، اوكي؟ كم الطاقه الكليه لهذا الالكترون في هذا المدار؟ في فرع ب، في فرع د، طاقة مدار احنا بنحكي في مدار قاعدين ثاني، فتساوي سالب 13.6 على 2 تربيع وتساوي سالب 3.4 الكترون فولت. في فرع ه، كم الطاقة اللازمة لتحرير الالكترون من هذا المدار؟ قلنا طاقة تحرير هي نفس طاقة المدار بإشارة موجبة، يعني قيمة مطلقة لطاقة مدار، فتساوي موجب 3.4 الكترون فولت. فرع واو، طاقة فوتون منبعث عند عودة هذا الإلكترون مستوى الاستقرار، ممتاز، هو أصلا كان في نون تساوي 2، بدك ترجعه على الاستقرار يعني بدك توديه على نون تساوي 1 على المدار الأول. واسم متسلسل الطيف، طبعا دون ما أفكر متسلسل الطيف متسلسل الإمام، لأنه بده يرجع ما حكى لي بده يرجع على الاستقرار، على الاستقرار إذا الإمام مدار النهائي هو المدار الأول. طيب، طاقة الفوتون بوجد فرق الطاقة بمدارين، طاقة مدار النهائي ناقص طاقة مدار الابتدائي. مدار النهائي اللي وصول الالكترون هو المدار الاول، فسالب 13.6 على 1 تربيع ناقص سالب 13.6 على 2 تربيع، سالب 13.6 زائد 3.4 وتساوي 10.2 سالب الكترون فولت، بتطب لي طاقة فوتون، إذا أنا ما بصير تكون هاي سالب، إذا باخذ القيمة المطلقة، إذا هي 10.2 الكترون فولت بإشارة موجبة. بتقدر توقف الصورة شوي، وقف الفيديو عشان تاخذ الإجابات، لأني بدي أمسح وأبدأ بسؤال 15. طيب، في سؤال 15، أعطي الإلكترون ذرة الهيدروجين طاقة مقدارها 2.55 إلكترون فولت، هاي طاقة معطاة للإلكترون، يعني أكيد انتقل الإلكترون من مدار قليل لمدار طاقة أعلى، كونه أعطي طاقة أو امتص الإلكترون طاقة. فانتقل الى المدار الرابع. هل الالكترون كان في مدار
نون بعرفش كم بس طلع لمدار نون تساوي 4. كيف عرفت يا استاذ؟ ما هو قال لي امتص اعطي او امتص طاقه. هي اعطي العدد انتقل مدار قليل مدار طاقه اعلى. مطلوب منك كم رقم المستوى الابتدائي في فرع عليه. هلا في فرع باء عندكم ضمنيا انا حاذفه لانه اصلا رح توجد فرع باء ضمنيا، فانت انا غيرت الترقيم الف باء جيم واهملت باء، فرع باء كله سميت جيم باء وكملت. طيب رقم الكم مستوى الابتدائي؟ هلا فرق الطاقة المدارين يساوي طاقة المدار النهائي ناقص طاقة مدار الابتدائي. فرق الطاقة المدارين تساوي 2.55. هذا هو اعطاني اياه، لو فرق الطاقة او طاقة فوتون تم امتصاصه. طاقة المدار النهائي هو بيقول لي انتقل الى مدار الطاقة الرابع منه معلومة السؤال، هي نون تساوي 4 فسالب 13.6 على 4 تربيع ناقص سالب 13.6 على نون تربيع. هيك المفروض احل، هاي سالب السالب بصير موجب، هيك المفروض انا بدي احل. بس انا هاي بعرف طاقتها كم، انا وياكم نعرف انها سالب 85%، لما توديها على الجهه الثانيه بصير 3.4 تساوي 13.6 على نون تربيع. وما هو المدار الذي طاقته 3.4؟ هو نون تساوي 2 مدار الثاني. في فرع باء تعتمد اجاباتك بباقي افرع على جوابك في الف، يعني لو ان الف انا مش مطلعه بقدرش اجاوب الافرع باء جيم دال. الزخم الزاوي في هذا المستوى بسيطة، الزخم الزاوي في المستوى أي مستوى الابتدائي اللي أنا مطلعه اللي هو نون تساوي 2. هلا ما راح أرجع أحله لأنه في فرع باء هاي الزخم الزاوي، نفس السؤال هذا، الزخم الزاوي في المستوى الثاني هون طلعناه هون طالب المستوى الثاني. هلا فرع جيم بدي إياه، أنا فرع باء صار معي يا جماعة، هاي فرع باء بدنا نقول نقل الزخم الزاوي يساوي 2.1 في 10 كوب سالب 34 كيلو جرام في متر تربيع لكل ثاني اللي هو جوابي اللي هون. لأنه حسبته هون المدار الثاني. كم الزخم الخطي؟ شوف علي، شو الفرق بين الزخم الزاوي والخطي؟ هو المنقاف، يعني بمعنى اخر الزخم الزاوي هو اصلا يساوي الزخم الخطي بس مضروب بالمنقاف. فانا بقسم هون على منقاف وبقسم هون على منقاف وبصفي انا بقدر اطلع الزخم الخطي. يعني بكل بساطه زخم الخطي للالكترون هو يساوي زخم الزاوي 2.1 في 10 قوه سالب 34 عناصر القطر لازم احسب المدار الثاني، والحلو اني حاسبه هون، حاسبه بالفرع بالسؤال اللي قبله اللي هو 21.16 في 10 قوة سالب 11، وهيك بطلعه بوحدة كيلو جرام في متر لكل ثانية. في فرع الدال كم تردد الفوتون منبعث عند عودة هذا الالكترون من مستوى الابتدائي إلى مستوى الاستقرار وما متسلسل الطيف المنتمي إليها؟ بدنا نمسح السؤال هذا. في السؤال مطلوب مني اني اطلع تردد الفوتون بعث عند عودة الالكترون لمستوى الابتدائي. من المستوى الابتدائي لمستوى الاستقرار، الابتدائي احنا اتفقنا انه نون تساوي 2 حسبناها مع بعض. هاي مستوى الابتدائي، بده يرجع مستوى الاستقرار، إذا عودة الالكترون من مدار نون تساوي 2 بده يرجع مستوى الاستقرار نون تساوي 1 متسلسلة الإيمان. لأنه طلب ماس من متسلسلة التي ينتمي إليها هذا الطيف. طيب بدنا نطلع التردد هسا، إذا بدك بتطلع فرق الطاقة بتحوله تردد أو بتطلع طوله الموجي وبعدين بتطلع منه التردد. يعني بقدر اطلع طول الموجة واحد على لمدة تساوي 1.1 في 10 قوة 7، واحد على المدار النهائي 1 ناقص 1 على المدار الابتدائي تربيع اللي هو 4، هي وحدة مقامات بتطلع لمدة تساوي 4.3 في 10 قوة سالب 7 متر. وهلا من لمدة هاي بقدر احسب التردد، التردد يساوي س على لمدة 3 في 10 قوة 8 على 4.3 في 10 قوة سالب 7 وتساوي 3 مضروبة 3.3 على 4 في 10 قوة 15 هرتز. أو إذا بدك تطلع فرق الطاقة بعدين تحسب من قانون طاقة تساوي ها في تا دال، بصير إلك الحرية عشان تحل السؤال. طيب نشوف سؤال 17. عندنا انتقال الكترون ذرة الهيدروجين من مستوى الطاقة الخامس إلى مستوى الطاقة الأول. هذا الزلمة راح من مستوى الطاقة نون تساوي 5 راح على مستوى نون تساوي 1، رجع الالكترون مستوى طاقة أعلى مستوى طاقة أقل. يعني وأنا هون بدي إياك تستوعب شغلة بدي أحكي لك بس بكل بساطة إنه هون يشع فوتون تمام أو يصدر فوتون. طيب ما اسم متسلسل الطيف المنتمي إليها؟ شو مدار النهائي مدار الأول؟ إذا متسلسلة ليما ما بعتقد بدها كثير شغل. جد طول موجة الفوتون منبعث يا جماعة فرع باء غيروا عندكم، طالب أحسب قيمة ريدبرج أو ثابت ريدبرج، لا تبديل بدل الفرع وطلع لي طول موجة الفوتون. بستخدم 1 على لمدة تساوي 1.1 في 10 قوة 7، 1 على المدار النهائي وصوله الأول
ناقص واحد على المدار الابتدائي اللي هو الخامس. طبعا تربيع 25 وحبة خامات هاي عملتها 25 هاي عملتها 25. واحد على مدار تساوي 1.1 في 10 قوة 7 24 على 25. تمام؟ هلا بدي اقلب انا عشان اطلع الجواب، بصير لامدا هي تساوي 25 على 1.1 مضروب 24 في 10 قوة سالب 7 متر. بس بدي اطلع هدول قبل عشان اطلع جواب نهائي. هون في سؤال 18 اخر سؤال عندنا. اذا كان اقل طول موجة في احد متسلسلات طيب ذرة الهيدروجين يساوي 9 على ار اتش متر، تمام؟ فاحسب فاجمع معي جد متسلسل الطيف التي ينتمي اليها هذا الفوتون. هلا عشان اطلع متسلسل الطيف بدي اعرف ايش النونات اللي انتقل بينهم الالكترون. طيب راح احاول اخلي الاجابات لنهايه الحل وراح امسح هون عشان احاول احل فوق. امسح السؤال هذا والحل مع بعض. شوف اذا كان اقل طلع الكلمه هاي طول موجه. استاذ لما يجي يقول لك في سؤال فرق الف اقل طول موجي، استاذ قال لي هو بكون اعلى طاقه واعلى تردد يعني اطول خط. واطول خط في اي متسلسله طيف في الدنيا هو بتبدا من ما لا نهايه لحد ما اوصل للنون. فانا هيك عرفت النون الابتدائي. وظل عندي مجهول انه هو النون النهائي. هو بطريق غير مباشر لما قال لي اقل طول موجي اعطاني طريق غير مباشر من المدار الابتدائي اللي هو ما لا نهايه. طيب هو معطيني متسلسلات الطيف معطيني طول الموجي لها، فبطبق قانون الدرب اللي هو واحد على مدى عشان احسب النون هاي، ومنها راح اعرف ايش هي المتسلسله هاي بتعطيني اياها في السؤال. تساوي ار اتش واحد على نون تربيع نهائي ناقص واحد على نون تربيع ابتدائي. هلا واحد على نون تربيع نهائي ما انا بدي اياها، بعرفش كم تساوي مدار النهائي، بس الابتدائي هي ما لا نهائي وتربيع ما لا نهائي وعدد اعمال النهائي كم يساوي؟ صفر. وهون واحد على ار على لمدا، ما هي لمدا تساوي 9 على ار اتش، لما احطها واحد على اقلبها بصير ار اتش على 9. وهيك بصير عندي اختصار لثابت ريدبرغ مع ثابت ريدبرغ، بتصفي عندي هون طلع علي. واحد على 9 تساوي واحد على نون تربيع، ضرب تبادلي تساوي 3، ممتاز، عرفنا المدار الثالث. اذا اقل طول موجة عودة من ما لا نهائي الى الثالث، اذا نحن نحكي عن متسلسلات باشن، انا طالب ان نحدد متسلسل الطيف اللي بنتمي اليها، تمام؟ مدارك النهائي هو المدار الثالث اذا متسلسلات باشن. في فرع باء، احسب طاقة الفوتون، طيب بسيطة، بنطلع فرق الطاقة تساوي طاقة مدار النهائي ناقص طاقة مدار ابتدائي، تساوي سالب 13.6، مدار النهائي الثالث هيو 3 تربيع 9 ناقص ناقص 13.6 عمالة نهائي ابتدائي، وعدد عمالة نهائية ما وياك بنعرف انها تساوي صفر، الغي هون تساوي سالب 1.5 الكترون فولت. شو طالب مني؟ طاقة ايش؟ فوتون، قيمة مطلقة، إذا جواب 1.5 الكترون فولت. في فرع جيم احسب أكبر طول موجي لفوتون ينتمي لهذه المتسلسلة. شوف إذا بده منك في السؤال أكبر طول موجي، لا بدك تدور على أقل طاقة، على أقل تردد، يعني على أقصر خط. وقلت لك أقصر خط بكون من اسم العالم زائد واحد لاسم العالم. هلا اسم العالم بيعطيني 3. وبدك تجمع عن 3 واحد بصير 4، يعني انتقال الكترون من المدار الرابع إلى المدار الثالث. ويلا. هو أكبر طول موجي، بدنا نحسب طول الموجي، برضه على البر. واحد على مدى بتساوي 1.1 في 10 قوة 7، واحد مدار النهائي. اللي هو الثالث مربع 9 ناقص 1 على 16. ظل عندك توحيد مخامات وإيجاد قيمة لمدة. يعطيكم العافية.